حضرتك ليه متواجد النهارده؟ متواجدين منذ 6 شهور امام التلفزيون والسفاره السعوديه والخارجيه المصريه المجلس العسكري ومجلس الوزراء بسبب مشكله المصريين المعتقلين السياسيين في السجون السعوديه بدون محاكمه ولا جريمه. والى الان لم يتم اتخاذ موقف جاد من الحكومه المصريه ولا المجلس العسكري للافراج عن الناس دول اللي بقالهم سنوات بدون محاكمه. طالب حضرتك ايه النهارده من قدام ماسبيرو؟ مطالب ماسبيرو ان على الاقل الاعلام يقوم بالحد الادنى من دوره، وهو تعريف الناس وفتح الحكومه السعوديه وممارساتها الوحشيه واللا انسانيه واللي تخالف الشريعه الاسلاميه وعدم الاحترام لاستهتار بالشعوب، استهتار بقيمه الانسان، على اقل شيء فتح الحكومه السعوديه وعدم النفاق بان احنا بيننا وبين السعوديه علاقات اخويه ووديه وطيبه، وهذا الكذب الاعلامي اللي بيتروج السفاره السعوديه والاعلام المصري ايام حسني مبارك. شكرا. عشان المعتقلين اللي في السعوديه، الناس المعتقله اللي في السعوديه من غير اي تهمه، من غير اي ذنب، ومن غير اي محاكمه. ده يعني دي مش اول مره، دي كذا مره نعملها. مين حضرتك؟ اخويا. الاسم؟ احمد محمد محمد الهام. بقاله يعني 3 سنين، يمكن يزيد عن 3 سنين، وما احنا ما نعرفش تهمه ولا محاكمه ولا اي حاجه. وللاسف الشديد الظاهر لنا احنا هنا التعنت الزايد عن حده من السياسه السعوديه ناحيه مصر. المطالب بتاعت حضرتك ايه النهارده؟ المعتقلين يخرجوا، مطالب ايه؟ احنا لا طالبين حاجه كده ولا كده، عاوزين رساله بتحملها للمشير طنطاوي او للسيد عصام شرف؟ يشوفوا حل للمشكله دي، يشوفوا حل للمشكله اللي مش عايزه تخلص دي. يعني بتهيألي يعني المشكلة ديت مش كبيرة قوي، يعني لو طالبين احنا وظائف ولا طالبين أكل ولا شرب، احنا عايزين الناس دي تطلع بس، احنا مش عايزين حاجة منهم غير كده. شكرا. طبعا واضح من مطالب كل الناس، كلهم بيجمعوا على 3 مطالب. اول حاجه الافراج الفوري عن كافه المعتقلين المصريين في السجون السعوديه بدون تهم وبدون محاكمات. تاني حاجه، في رساله كلنا بنوجهها للمشير طنطاوي وللسيد عصام شرف بان هم يرجعوا لنا اهالينا اللي في السعوديه، هم المسؤولين امامنا الان، لان احنا مش عارفين نخاطب مين. الحكومه السعوديه ردها سلبي جدا، الحكومه المصريه ما فيش اي رد ايجابي من الحكومه المصريه الى الان، نلجأ لمين عشان يرد علينا دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنناشد السلطات ان هم لو ما استجابوش لمطالبنا، وان هم جابوا اولادنا وازواجنا من المعتقلات السعوديه اللي بدون تهم، الموضوع بعد كده هيصعد. بس خلاص. ايه الاجراءات بالنسبه للاجراءات اللي هتاخدوها؟ الاجراءات السعوديه ان احنا ممكن هندخل في اعتصام، ممكن بعد الاعتصام اضراب عن الطعام. بالنسبة للوقفة الأخيرة بتاعتنا كانت يوم الثلاثاء السابق، تحركنا من أمام السفارة السعودية بالجيزة يعني تجاوبا مع مبادرة التآخي بين الشعبين المصري والسعودي واللي بيرأسها السيد محمد الرشيد. الحقيقة احنا تحركنا من أمام السفارة السعودية بناء على طلبهم، على أمل منهم، واحنا متوسمين في هذه المبادرة بأن هي تكون خير لينا، وأن هم يتواصلوا اتصال مباشر مع الحكومة المصرية والحكومة السعودية في مشكلة المعتقلين المصريين بالسجون السعودية بدون تهم وبدون محاكمات. ده اللي احنا بنأمله. اللي احنا بنأمله تاني ان يسمعنا السيد عصام شرف، يسمعنا هو والمشير طنطاوي، اسمعونا ارجوكم اسمعونا. انتم منتظرين مننا ان احنا نموت نفسنا هنا لغاية لما تبدأوا تاخدوا بالكم. الناس خلاص تعبت، اهاليها تعبت، واحنا بنطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين المصريين في السجون السعودية. وبالنسبة للمصريين المبلغ ضدهم هروب كايدي واللي محدش قادر في السعودية يحل المشاكل بتاعتهم، بطالب المستشار العمالي عادل فضل انه يحل مشكلة سامح نبيه سلام، دكتور سامح نبيه سلام، وهو الآن عالق في السعودية ومش عارف يرجع. الرجاء حل المشكلة دي، حل مشكلة المهندس أحمد محمد عبد الحميد ناصف. أرجوك حل مشكلة السيد أحمد إبراهيم، وحل مشكلة السيد أمير شريف، وحل مشكلة الناس دي. أرجوك اسمعونا، إحنا بالألاف وأصواتنا غير مسموعة. عايزيننا نعمل إيه عشان تسمعونا وأصواتنا توصل لكم؟ شكراً.